حسم النصر مباراة القمة وتغلب على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 19 للبطولة المحلية، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد 9 دقائق فقط من صافرة البداية بواسطة سمير ميميزوفيتش، إلا أن شباب الأهلي رد سريعا بهدف التعادل بعد 3 دقائق فقط عن طريق سعيد عزة الله، وأعاد مانولو جابياديني النصر للمقدمة مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 31، وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 85 لإدراك التعادل بهدف اللاعب مؤنس دبور، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع خطف إسحاق تشيبانغو هدف الفوز للنصر الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد شباب الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني.